Architectural Cross Section اللي هو بنسميه القطاع المعماري. قبل ما نتعلم رسم القطاع المعماري في تفصيلة صغيرة لازم نعرف بس بتتنفذ ازاي. مثلا لو احنا عندنا بلان معماري وكان مطلوب مننا ان احنا نبني الحيطة الخارجية دي، حيطة فيها شباك طبعا، وزي ما اتفقنا المفروض في خط التفاصيل عندنا بيبقى باين في البلان المعماري. طيب حاليا كده لما تيجي تفكر، لو هنبص على الحيطة دي من الاليفيجن، المفروض الراجل البنا اللي هيبني الحيطة دي هيبان ازاي؟ هيبان طبعا في عمود يمين وعمود شمال وفي بينهم كاميرا. بيبتدي الراجل البنا يبني الحيطة نفسها لحد ارتفاع معين، الارتفاع ده اللي بنوقف عنده البنا ده بنسميه منسوب جلسة الشباك. منسوب جلسة الشباك ده بيبقى عادة فرنج متر متر 20، لكن طبعا ده بيبقى تفاصيله متحددة في الايه، في لوحة المعماري. طيب مبدئيا بس كده بيبتدي الراجل البنا يبص على زي ما اتفقنا البلان المعماري، يبص على خط الديتيلز يعرف هو المسافه من وش الشباك لوش العمود هنا قد ايه من الناحيه دي، وبرده هنا قد ايه من الناحيه دي، اوكي، عشان يبتدي يبني كتف يمين وكتف شمال، بحيث دلوقتي ان عرض الكتف ده وعرض الكتف ده زي ما اتفقنا موجودين عندنا فين؟ في خط التفاصيل، وفي نفس الوقت ارتفاع الشباك نفسه طبعا ده زي ما اتفقنا بيبقى ايه؟ موجود في لوحه المعماري نفسها. طب ينفع راجل البنا يبتدي يبني طوب فوق الشباك على طول؟ طب ما ينفعش، ليه؟ لان ساعتها هيبقى في عندنا في طوب هنا تحتيه هواء ممكن يقع. طب ينفع الطوب ده يبقى محمل دايركت على الحلق الخشب بتاع الشباك؟ برضه ما ينفعش، ليه؟ لان اكيد ساعتها هيبتدي يضغط على الحلق دوت، فالحلق ده يضغط على درفة الشباك نفسها، فساعتها لا هنعرف نفتحه ولا نقفله. عشان كده المفروض دايما عندنا يبقى في عندنا فتحة باب او شباك، بنيجي عندنا نحط فوقيه حاجة اسمها عتب. العتب ده بيبقى خرسانة مسلحة، اوكي، مبدئيا بيبقى خرسانة فيها تسليح. ابعاده عبارة عن ايه بالظبط؟ بناخد عادة كده العتب عندنا طوله بيتاخد نفس عرض الشباك وبنزود عليه 15 سنتي يمين و15 سنتي شمال عشان يبقى رست على الكتف يمين والكتف شمال، يعني بمعنى صح بيبقى نفس عرض الشباك زائد في حدود 30 سنتي. طب الكروس سيكشن بتاع العتب يفضل يبقى مربع نفس سمك الحيطه، يعني لو الحيطه دي 12 سنتي يبقى يفضل ان ساعتها العتب ده يبقى كام؟ 12 في 12. لو الحيطه سمكها 25 سنتي يبقى يفضل يبقى 25 في 25، اوكي، وهو للاسف غالبا بيتنفسي كده، لكن احنا بنفضل ان هو يبقى كده، يبقى مربع. طيب بعد كده المفروض بعد ما يتحط العتب دوت، وطبعا بيبقى خلاص مصبوب قبلها بيوم او يومين عشان يبقى الخرسانه بتاعته ناشفه، يبتدي راجل البنا ايه؟ يبني الطوب فوق العتب. طيب ليه العتب ده فيه تسليح؟ ليه بيبقى خرسانه مسلحه؟ عشان وزن الطوب اللي فوق العتب ده اكيد هيعمل عليه ايه؟ يعمل بندنج مومنت. فلو العتب ده ما فيهوش تسليح برضه هيشرخ ويبتدي يضغط على الحلق الخشب، وهكذا ساعتها برضه ما نعرفش نفتح ونقفل ايه؟ درفه الشباك. طيب خد بالك عندنا نوعين من الفتحات سواء فتح باب او شباك. مبدئيا كده يا اما بيبقى اتفقنا محطوط له عتب، يا اما الشباك نفسه او الباب بيبقى معتب على الكاميرا. يعني ايه معتب على الكاميرا؟ يعني تبقى اعلى نقطه في الشباك تعتبر هي منسوبه على الكاميرا نفسه، طبعا ده اللي بيحدده المعماري. المهم التو كيسز عندنا حسب الشباك هيبقى معتب على الكاميرا ولا لا. طيب الكلام ده اللي كان لازم نعرفه بصراحه قبل ما نبتدي بس نعمل ايه؟ نرسم الكروس سيكشن المعماري. طيب كروس سيكشن عموما احنا بنقطع المبنى بالطول وبنبص في اتجاه معين. طب حاليا دلوقتي انا لو قطعت كروس سيكشن بالطول زي ما اتفقنا وبصيت في اتجاه معين، طيب وخد بالك الكروس سيكشن اللي بيتقطع بيتهشر مش زي البلان. طيب ويفضل في الكروس سيكشن واحنا بنرسم نرسم اللي فوق وبعدين اللي تحت. طب لما تيجي تفكر كده، انا اول حاجه قطعت فيها فوق كانت ايه؟ البلاطه، بلاطه خرسانه مسلحه، فنهشر خرسانه مسلحه. طيب تحت البلاطه في ايه؟ في كاميرا، هنهشر كاميرا. طيب تحت الكاميرا طبعا باين قوي هيبقى في عندنا ايه في المنطقه ديت؟ هيبقى في عندنا طوب، طيب فنهشر طوب. طب وتحت الطوب هنا هيبقى في العتب، والعتب زي ما اتفقنا يبقى خرسانه مسلحه ومربع، اوكي. طيب تحت العتب المفروض يبان في عندنا ايه كمان؟ يبان شباك، اوكي. طيب الشباك برضو في الكروس سيكشن زيه زي البلان بالظبط، يعني هيبان برضو خطين تقال جوه وخطين خفاف بره. طبعا خطين الخفاف دول اللي هم بتوع جنب الشباك يمين وشمال اللي احنا ما قطعناش فيهم. طيب تحت الشباك زي ما اتفقنا يبقى في عندنا ايه؟ في طوب اللي هو بنسميه جلسه الشباك. طيب المعماري زي ما قلنا قبل كده دايما بيرسم لحد منسوب سطح الارض بس، اوكي، هو ما يهموش اي حاجه مش هتبان في الحقيقه، ما يهموش القواعد. طيب وارتفاع جلسه الشباك زي ما قلنا في حدود كام؟ فرنج متر متر 20 حسب المطلوب ايه موجود في لوحه المعماري قد ايه. طيب حاليا ده كده شكل الكروس سيكشن لما قطعنا في الحيطه. طيب لو الشباك كان معتب على الكاميرا زي ما قلنا قبل كده، في الحاله دي يفرق بس ايه؟ يفرق مفيش لا عندنا طوب ولا عتب، ساعتها يبقى ايه؟ على طول تحت الكاميرا في شباك. طب دي لو فتحه باب مش شباك،
تفرق ايه؟ تفرق بس ان هو هيبقى لحد منسوب ايه زي ما قلنا؟ لحد منسوب سطح الارض، او مش الارض، هو حد منسوب ارضيه المبنى نفسه. طب عشان بس ناخد الموضوع بتفاصيل اكتر، زي مثلا احنا خلاص قطعنا كروس سيكشن بالطول وبصينا في الاتجاه دوت. لما تيجي تفكر كده هنبتدي نرسمه من فوق لتحت. طب تعال نشوف الحاجات اللي قطعناها الاول. اول حاجه قطعناها فوق كانت ايه؟ زي ما قلنا البلاطه، خرسانه مسلحه. طيب وبالنسبه للحيطه اللي اتقطعت هنا دي، في ايه تحت البلاطه؟ في عندنا كمره، وبعدين في المثال ده في طوب، وبعدين عتب، وبعدين شباك، وبعدين جلس الشباك، وزي ما قلنا لحد منسوب ارضيه المبنى. طيب حاليا كده ده الكلام ده اللي اتقطع، فعشان كده ايه هشرناه. طب احنا لما قطعنا وبصينا اتفقنا على الحيطه في الاتجاه ده، طب الحيطه دي مش فيها شباك؟ طب كان المفروض ساعتها الشباك ده يبان، بس عشان احنا قلنا قبل كده المعماري بيرسم الحاجه وهي متشطبه، فبالتالي الشباك ده المفروض يبان فيه كمان ضرفه الشباك واكره الشباك. طيب قول لي كده العتب حاليا اللي محطوط فوق الشباك، لما تيجي تفكر كده ده خرسانه مسلحه. طب هيبان عندنا في الرسم في الكروس سيكشن؟ مش هيبان. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده المفروض دلوقتي المعماري بيرسم الحاجه وهي متشطبه، فبالتالي الحيطه خلاص اتبيضت واتدهنت كمان، فالخط الفاصل بين الايه اتفقنا عندنا بين الطوب وبين العتب مش هيبان. كيف؟ عشان كده المفروض العتب ده ما يبانش. طيب الخط الفاصل بين الكاميرا وبين الطوب في المنطقه دي المفروض يبان ولا ما يبانش؟ برضو زي ما اتفقنا المفروض عندنا ايه؟ ما يبانش، لان خلاص ايه الراجل المعماري بيرسم الايه؟ فعلا الحيطه وهي متبيضه.